كذا خلك في موضوعك هذا. ترى حسان بن ثابت شاعر النبي عليه الصلاة والسلام كان ناوي يهجو النبي عليه الصلاة والسلام بقصيدة، كانوا يحرضونه كفار قريش مجرمين يا أخي، يقول يحرضونه من في رسول الله والله يدافع عنه، تحرض من ايش ما تدق بريك شوي. الشاهد حسان بن ثابت توه ما قد شاف النبي، فأول ما رآه كان بيهجوه، قالوا أجمل منك لم تر قط عيني، وأعذب منك لم تلد النساء، وخلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان إذا هجاك بقصيدة تقعد معك ومع عيالك لين يفني الله راضي من عليها، وإذا مدحك تبقى سبحان الله. فالقصائد حلوة جميلة ويبقى الأثر. إيه يبقى أثرك خصوص، يبقى الأثر. اليوم يوم حاسم، ليلة حاسمة، ممكن راح يطلعوا أشخاص، راح يبقوا أشخاص، فأتمنى من الجميع أن